الوضعية هاي لحالها حتسحب لتحت، يعني ما بدي القوة عضلية اني اسحب الايدين بطريقة اكتر، هي لحالها بتنزل لحد ما اشعر في القلب بوقف وبرد بعيد الحركات هذه مرة مرتين ثلاثة اربعة في اليوم اللي ما اسمح للخشونة. بعد اسبوع من عمل التمارين البسيطة هذه بس انه احرك، في هاي الحالة بنتقل لتمارين اصعب اللي هي التمارين اللي فرجناكم اياها في الحركة السابقة. بتكونوا جاهزين ارجعوا للتمارين الثانية. في هاي الحالة بمر في الفترة العلاجية لثلاث اسابيع اربع اسابيع، بعد شهر بترجع ايدي بالوضعية الصحيحة، العضلات بقوة حوالين الكتف، التشنجات بتروح، الالتهاب بروح، الضعف العضلات بروح، وبرجع لحركاتي الطبيعية. في هاي الحالة بدي ادير بالي على قاعدتي، بدي دايما وانا قاعد على الكمبيوتر بدي ارفع راسي لقدام، اللي الكتف ما ينزل بالطريقة هاي وما يصير في تشنجات، بدي اعمل بدي احط المساند وانا قاعد على الكرسي اللي الكتف يكون مرتاح، بدي اعمل هاي الحركات يوميا اللي يضل في ليوني وما يصير في عندي تصلب بسبب المشكلة القديمة، واحاول اقوي هالعضلات هذه، ارفع اثقال شوي شوي، اثقال بسيطة ارفع لفوق ارفع لتحت، امسك مثلا وزن هيك في ايدي بالطريقة هاي واصير ارفع لفوق وثبت وانزل لتحت ورد انزل بالطريقة هذه مع الثقل. هذا بعد ثلاث اسابيع اللي اقدر اقوي العضلات بشكل اكبر. بعدين احمل الاثقال واصير ارفع لفوق وانزل لتحت، ارفع لفوق وانزل لتحت، ارفع لفوق وانزل لتحت. هذا كله تقوية للعضلات، لاني هلا وصلت للمرحلة هذه مش ابلش في هذه التمارين من البداية. في عندي الام حادة، في هالحالة بدي التزم شوي 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 شوي، والتمارين بنبلش فيها بعد ما نسيطر على الآلام هذه ونضمن، يعني أسبوع زمان بعدها بننتقل للمرحلة الثانية من التمارين، كمان أسبوع بعد أسبوع، هاي صار عندنا أسبوعين ببلش في التمارين الكويسة الصلبة الصعبة، مش أنط على على التمارين هذه وبعدين ازيد التمزق وازيد الجرح اللي موجود داخلي في المفصل. وهيك بتصيروا تحسوا افضل وافضل مع الايام طبعا، بس بدكم تواظبوا عليها وتلتزموا فيها. واهم شيء وضعية النوم هذه، لانها هي هتعمل فرق كبير في عملية الشفاء. ناموا صح واعملوا الحركات هذه واستخدموا المياه الباردة، وبنتمنى لكم الصحة والعافية. سلامات.